في كل مكان. ما زلنا نعيش هذه اللحظات على الهواء مباشرة في هذه الانطلاقات الجميلة لسن الكبار في عاصمة الميادين، والانطلاقة التي أمامكم مشاهدين خاصة بالزمول، التي أمامكم خاصة بزمول محليات الأصايل لأبناء القبائل. نتمنى التوفيق، مبارك للفائزين، ونتواصل مع مقدمة الشوط. هذا هو ملفت الذي ألفت الأنظار من البداية بشعار خليفة بن علي بن خليفة الرميثي، من انتزع الصدارة في هذه اللحظات. نعود ونتابع معكم دخول هناك ضاحي الذي وصل مشاهدينا الاعزاء لمحمد بن سعيد بن مبروك الحميري، ضاحي الذي انتزع الصداره وانتزع المركز الاول في هذه اللحظات. اما المركز الثالث مشاهدينا في هذا الاداء الذي وصل وانتزع المركز الثالث، الثالث من هناك مشتاق لمبارك بن سهيل اليبوني الظاهري الذي هناك المركز الثالث من الناحية الأخرى. ونعود ونتواصل مع هملول مملوك لسعيد بن محمد بن حمد بن طفل. مشاهدينا في كل مكان، وهنا الخمسمية متر المتبقية، وقواد الشوط شلال وسعيد بن مطر بن مصبح الاكتبي وصل البلندي. الله يعين على اسمك البلندي، الله البلندي ولا البلندي. راشد بن محمد بن حميد العامري يتسلل ولا الخلول بلنتي فاول. الله يا سلام، الله، هذا هو امامكم على الشاشه البلندي لراشد بن محمد بن حميد العامري. وجيب مي كم نمبر 3 بليز دايركتر والمخرج. الله، وصل في هذه اللحظات، ولكن الصداره تهانينا للبلندي راشد محمد الحميد العامري المركز الثاني اللي فاجانا هناك لمبارك بن احمد بن خزع العامري. والمركز الثالث شلال لسعيد بن مطر مصبح الاكتبي. والمركز الرابع ملفت لسيد خليفة بن علي بن خليفة الرميثي. والمركز الخامس الامبراطور لعلي بن سالم بظفيره العامري. تهانينا والناموس، ونعود للصدارة، نعود للتسلل، ومع مخرجنا أبو طلعة الهواري والإعادة بالحركة البطيئة. هذا هو اللي تقدم الآن، واسمه الحقيقي مشاهدينا البلندي جبنا اسمه أخيرا. وراشد بن محمد بن حميد العامري في وصل في 6:58.8 من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الثاني شوف القدوم بالمركز الثاني اللي وصل في اللحظات الأخيرة. العدملي الله يعيننا على سامي اليوم، العدملي لمبارك بن احمد بن خزع العامري، وقطع المسافه في 9:59.7 من الثانيه. لك التحيه بالخزع. والمركز الان الثالث، وصول المركز الثالث كان هناك ايضا متواجد شلال لسعيد بن مطر بن صبح الاكتبي في 10:08 من الثانيه. تهانينا والناموس للجميع.